ما تعليقك على ما قاله الرئيس الإسرائيلي من أنه رغم أن ذلك يوم حزين وقاسي لأن إسرائيل قوية، وما قاله وزير الأمن أن هذه الحرب ستحدد مصير إسرائيل للسنوات المقبلة؟ أنا أعتقد أن الإسرائيليين يضعون أنفسهم في مأزق، هم في مأزق ولكنهم يعمقون هذا المأزق أكثر وأكثر. هم يدركون استحالة الانتصار على الشعب الفلسطيني واستحالة كسر إرادة الشعب الفلسطيني وهزيمة المقاومة، ولكنهم يصرون على تكرار ذات الخطأ مرة أخرى. أعتقد أنهم في نهاية المطاف سيسلمون بعدم قدرتهم على هزيمة المقاومة، لكن الثمن سيكون ثمنا مكلفا على الشعب الفلسطيني مع الأسف، وبالنسبة للإسرائيليين سيكون ثمنا للعناد، ولكنه فعلا سيؤدي إلى انكسار لهذا الكيان الصهيوني الذي يضع نفسه كما قلت قبل قليل في مأزق إضافي مع كل عملية من هذا النوع. لكن أنا لي تعليق الحقيقة مهم بالنسبة لنا أن نقرأ البعض راهن ربما أن رئيس الكيان ربما يكون شخصية معتدلة، البعض استضافه والبعض قابله والبعض اعتبره عنوانا للتطبيع. ما صرح به في دافوس وما قاله اليوم يؤكد طبيعة هذا الكيان بكل مكوناته، أنه كيان لا يتعامل مع الفلسطيني إلا بمنطق القتل والإرهاب والإجرام وليس بأي منطق.